السلام عليكم. قالت نجلة أطباء السودان المركزية المعارضة وقوى الحرية والتغيير الاثنين إن 13 شخصا من المحتجين قتلوا وأصيب العشرات برصاص قوات الأمن وقوات الدعم السريع في محيط الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم. ودعت اللجنة الأطباء والكوارد الصحية إلى التوجه إلى 6 مستشفيات قرب ميدان الاعتصام. وأشارت اللجنة إلى أن قوات من الشرطة والدعم السريع اقتحمت مستشفى رويال كير بالقرب من مكان الاعتصام. وفيما تحدث ناشطون عن بدء قوى الأمن والدعم السريع بعملية لفض الاعتصام، نقلت وكالة رويترز عن شهودين قولهم إن هذه القوات قامت بإغلاق الشوارع في وسط العاصمة، وأظهرت تسجيلات مصورة بثها ناشطون إطلاق قوى الأمن النار بكثافة في محيط الاعتصام فيما يغادر المحتجون المكان، فيما ظهر تسجيل آخر يظهر فيها عناصر أمن يقومون بالاعتداء بالضرب على محتجين وهم يغادرون ميدان الاعتصام. ومن جانبه نفى المجلس العسكري السوداني دوره في محاولة فض الاعتصام، وقال متحدث باسمه في تصريحات صحفية: نحن لم نفض الاعتصام بالقوة، استهدفنا فقط منطقة كولومبيا الخطرة، وعلى الرغم من فيديوهات الفض والعنف ضد المتظاهرين وإطلاق النار، إلا أن المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني شمس الدين كباشي قال: الشباب يتحركون بحرية ولا يوجد لعسكري في منطقة الاعتصام. ووسط كل التظاهرات في ساحة الاعتصام ومحاولة فض المتظاهرين ودعوت قوى التغيير إلى إسقاط المجلس العسكري، إلا أن المتحدث باسم المجلس قال إنه يتوقع استئناف المحادثات بشأن الانتقال المدني للسلطة اليوم أو غدا. وفي الأخير، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، وشكرا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.